طيب طريقة اللعب إسلام فيما يخص النادي الأهلي وريال مدريد هي متشابهة، ولكن صحيح يعني نادي الأهلي بيلعب 4-3-3، ريال صحيح مدريد أقرب برضو ل4-3-3، ولكن قد تكون المهام مختلفة. مختلفة. كارلو أنشيلوتي ومارسيل كولر، كولر بكرة، شايف هذه المباراة التكتيكية إزاي؟ بص يا كابتن اسلام، خلينا نقول حاجه مهمه جدا وناكد على حاجه مهمه. اللي وصل له الاهلي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو مش هنقول اعجاز، هو انجاز. لو سالتني انا شخصيا يا كابتن هاني وكابتن اسلام، وصول الاهلي للمرحله دي هي اهم حتى من مباراه ريال مدريد. مباراه سايتل اللي فاتت بالنسبه لي انا كانت اهم من مباراه ريال مدريد، لان هي اديتك فرصه انك تلعب على فرصتين، ان احنا ان شاء الله نكسب ريال المدريد ونصل للنهائي، او لا قدر الله لو حصل اي اخفاق، وده اللي احنا اكيد ما نتمناهوش، نلعب على ايضا على ميداليه البرونزيه. لو سالتني انا شخصيا هقول لك ان انا اتمنى ان احنا نلعب 4-3-3، نلعب بثلاثه وسط الملعب اللي هم الفلات زي ما هم، سواء عمرو السوليه او حمدي او ديانج، لان هو عمره ما لعب فلات، يعني انا ما بشوفش مثلا مارسيل كولر في مباراه من المباريات بيلعب فلات ابدا. المباراة دي مباراة خاصة جدا، يعني خطورة ريال مدريد لو جينا اتكلمنا هنتكلم في الأطراف، هنتكلم في جونيور وهنتكلم في فينيسيوس جونيور، وهنتكلم أسينسيو الناحية التانية. أعتقد إن الحتتين دول أو الجبهتين دول هما أخطر جبهات. وفالفيردي وفالفيردي طبعا. ما لو فالفيردي لعب صحيح ماريانو، خلي بالك سينسيو مش هيخش وسط الملعب، أعتقد هتبقى فيها اختلاف شوية، يلعب 4-4-2 مثلا. خلينا نتكلم في الواقع إنه ممكن يلعب عادي، هيلعب بفينيسيوس وهيلعب الناحيه الثانيه صحيح اسينسيو. صحيح يا كابتن هاني، هنلاقي الثلاثه في وسط الملعب. احنا عندنا لو لعب بالثلاثه حمدي فتحي وديانج وعمرو السولية، هنلاقي ان في اثنين دايما بيميلوا ناحيه اليمين وناحيه الشمال يا كابتن اسلام. هنلاقي دايما عمرو السولية او ديانج بيميل ناحيه علي معلول، ودايما حمدي فتحي هتلاقيه مايل ناحيه هاني. احنا عندنا مشكله في ناحيه الاطراف، مش عايزين نسيب لهم مساحات قدام يا كابتن هاني، لان اخطر ما في ريال مدريد هي المساحات، هي معركه ايضا وسط الملعب. من يتحكم في وسط الملعب هو تحكم في زمام الامور تماما. احنا عندنا ثلاثي قوي جدا، يعني لو جينا اتكلمنا انا اتمنى ان قفشه ما يكونش متواجد في بدايه المباراه، واتمنى ان الثلاثي اللي احنا اتكلمنا فيهم يا كابتن اسلام، سواء حمدي او ديانج او السوليه، هم اللي يبداوا المباراه. عندنا كمان حاجه مهمه جدا، وهي حته اللونج باص يا كابتن اسلام، او الكوره الطوليه. الكوره الطوليه دي اللي احنا هنقدر نضرب من خلالها وسط ملعب ريال مدريد. لو جينا شفنا مباراه مايوركا امبارح مع، بس قبل ما اخش على مايوركا، انت بتتكلم في الثلاثي اللي بيلعب في وسط صحيح. الملعب لا خلاف عليهم طبعا، يلعبوا فلات يلعبوا مثلث مع دول بالزبط. مع مقلوب يعني، لكن عندنا نقطه مهمه جدا، عندنا الاطراف بتاعتهم، واتكلمت مع كابتن شريف وكابتن اسامه، ان لازم يكون عندك واحد بيدافع كويس او قدام علي معلول صحيح. وقدام محمد هو ده اللي انا بكلمك فيه. عندك كمان رؤيه للثلاثي الامامي طبعا، وخاصه الوينجز صحيح، بنتكلم على الاجنحه يعني. انت عارف يا جماعه ما يفرقش يعني، ماشي يفرق معايا طبعا مين اللي هيلعب عندنا، لكن انا برضو عايز ابص لريال مدريد اكتر فيما يخص يا كابتن هاني الكلمه اللي دايما بتقولها اللي هي فالفيردي وفينيسيوس بالظبط، يعني لو الاثنين دول لعبوا فعلا واحد يمين واحد شمال صحيح، مع اثنين في وسط الملعب، واللي هي طريقه 4-4-2 غالبا، او 4-4-2 هي دي يا كابتن اسلام، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. لازم يبقى هم ريال مدريد دايما بتلاقي الخطوط دايما متقاربه من بعض جدا، يعني مش هتلاقي خطوط متباعده يا كابتن اسلام وكابتن هاني، هتلاقيهم دايما كتله واحده بيطلعوا بالكوره كتله واحده. لو شفنا امبارح مباراه مايوركا كنت هتلاقي ان الفريقين كلهم يعني يعني شويه كده وهيخش جوه ال 18 خلاص، هتلاقي الفريقين كلهم في ظهر مايوركا، يعني هتلاقي ريال مدريد ضاغط على مايوركا من وسط ملعبه، وهتلاقي تقارب الخطوط بشكل كبير. عندنا احنا اهم حاجه يبقى الخطوط ايضا عندنا متقاربه يا كابتن هاني، احنا لو سيبنا لهم مساحه في الاطراف او في الجناب. احنا بنتكلم هنا على نقطه معينه، وهي ان فالفيردي على ناحيه اليمين و فينيسيوس ناحيه الشمال، الاثنين دول بيلعبوا اجنحه طايره حقيقيه، يعني اجنحه هو احنا مش عايزين نسيب لهم مساحه.